زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي استنستو بينا بتحقيقاتنا الطبية والعلمية، وعلى امتداد الأسبوع هذا في سانتي 5.0، كسوا في حواراتنا في ألو دكتور في شيفر سانتي وإلا في زوم سانتي، باش يكون حديثنا حول الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية من 1 حتى 7 نوفمبر، أهميتها والفوائد متاعها. هذا المهم مع الأرقام الصادمة اللي كنا سمعناها البارح، 13% فصل 5 من التونسيات الأمهات فقط يقوموا بعملية الرضاعة الحصرية، الرضاعة الطبيعية الحصرية، ولكن حابين نأكدوا على أهميتها. هذاك علاش حوارنا اليوم مع مدام فاطمة القذامي فويل، قابلة في مركز الصحة الإنجابية بالقيروان. مدام فاطمة أهلا وسهلا. مرحبا سي عبد الرحمن. نشكرك على تدخلك معنا مدام فاطمة. مرحبا سي عبد الرحمن. أسبوع الرضاعة الطبيعية في تونس. من 1 إلى 7 نوفمبر تحت شعار حماية الرضاعة الطبيعية مسؤولية الجميع. ومسؤولية الجميع لأهمية الرضاعة الطبيعية، مش على الأم والطفل فقط، حتى على المجتمع. خلينا نمشيو بالنقطة بالنقطة. احنا مدام فاطمة الأسبوع هذا انتم في مركز الصحة الإنجابية قاعدين تقدموا في ورشات وقاعدين تقدموا في نصائح يوميا لفائدة الأمهات التونسيات. أي عندنا في رقم نقلة كما قلت لك المرة اللي فاتت، عندنا مرشدات منشطات يعملوا في حصص توعوية من أول ما بديت من البارح بدينا نعملوا في حصص تثقيفية على أهمية الرضاعة الطبيعية. وكما العادة قوى بنا اللي في الفرق المتنقلة ومركز الصحة الإنجابية نعملوا في حصص توعوية زاد. مدام كي قلت لي أنت مسؤولية مشتركة بين جميع مشترك ومهمة خاصة للمجتمع، خلنا بدينا علاش مهمة للمجتمع الرضاعة الطبيعية مدام فاطمة؟ نحن المجتمع يتكون ركيزته بس على شبابنا. صحيح. إذا كان من 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 خرجوش صغير صحته، العقل السليم في الجسم السليم. إذا كان أني جسمي الجسم عالي من أول وني طفل، كيفاش باش نكون كهل مسؤول وبصحة وبعقل سليم؟ صحيح. لأنه رضاعة طبيعية مش فقط تغذي الجسد نتاع الصغير، قوي تاع تنميلو العقل نتاعو، تنميلو النمو الدماغ نتاعو اللي برشا ناس ممكن ما تعرفهاش. هذه ما انا خلينا نحكيو وانا نواصلوا في حديثنا، هذه شنو هي فوائد الرضاعة الطبيعية لدى الطفل؟ للطفل ومن بعد نجيو للام. للرضيع اول حاجة كما تعرف الناس الكل انها توفر غذاء صحي ومتوازن وكافي للرضيع لمدة 6 أشهر بدون نزاع، من غير ما نضيفوا له حتى مواد اخرى، لا ماء ولا واي ماء ولا اي طبخ اخر. غير 6 شهور ينجم يعيش على غذاء على حليب امه فقط، ويكون غذاء كامل ومتوازن للرضيع، ما ينقصه حتى شيء. حاجه ثانيه انه يساعد على نمو كامل للجسم بشكل سليم. نمو كامل. نمو كامل، لانه الحليب سبحان الله يتغير حسب مع المده اللي تقعد فيها الام ترضع. مش الحليب نتاع شهر كيما الحليب نتاع شهرين، كيما الحليب نتاع فل 4 شهور كيما بعد 6 شهور. هذه المعلومه هذه. حاجه اخرى انه يقوي المناعه الطبيعيه، يقوي جهاز المناعه. تعرف انه صغير كي يرضع من ثدي امه يخلي زونتيكور من عندها. اوكي. الرضاعة الطبيعية تحمي الصغير من أمراض خطيرة كما الإسهال، كما الالتهابات، كما تعفن الجهاز التنفسي. يبدأ يرضع من أمه يبدأ محمي الصغير من الأمراض هذه، متأكدة علميا. تحميه زاد من أمراض السكر والقلب والدم والشرايين والسمنة وقت اللي يكبر ويولي كهل. معناتها الحماية من الأمراض وقت اللي هو مازال صغير وحتى كي يكبر. بالطبيعة. أيوة. خاطر هو أول ما باش ياخذ ليزونتيكور المضادات الحيوية من حليب أمه. فهمتك. هو سي عبد الرحمن الكونتاكت اللي يوقع أول مرة ما بين الطفل وأمه يتحط على البشرة نتاعها مباشرة، يخو من عندها جراثيم اللي نحن نحملوها في على الجلدة نتاعنا، يكون لها هو مضادات حيوية. فهمتك. تحمي نمي الذكاء نتاعه. كيفاش؟ عندنا مادة، عندنا غدة ولا مادة هرمون اسمه البيو ميكروبيوم. الميكروبيوم هذه هي اللي تطور العناصر اللي في الدماغ نتاع
تاع الطفل. اي ايوه. وهي توسط العلاقه الحميميه والعاطفيه ما بين الام والرضيع اللي تخلق محيط نتاع امان عاطفي يعيش الصغير في مأمن ويحس بمأمن بالحياه هذه. هذا الجانب النفسي من الرضاعة تأثيره. هذا الجانب النفسي والمهم جدا، على خاطر في التربية الذكية والسليمة توا اكتشفوا انه العلاقة ما بين الأم وصغيرها تبدأ من اللي هو في الرحم نتاعها، بالملمس نتاعها اللي يوقع البطن نتاعها، وبالملمس نتاع الجلد نتاعها يبدأ ترضع فيه. صحيح. به مدام، شنو هي فوائد الرضاعة توا للأم؟ الرضاعة الطبيعية، نأكد الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الأم أول حاجة تساعد على وقف النزيف بعد الولادة. باهي. قول لي كيفاش؟ كيفاش مدام؟ كيفاش؟ الصغير كي يرضع من أمه عندنا مادة البرولاكتين اللي هي تفرز اللي تعطي الحليب. إي. البرولاكتين هذه سبحانك يا ربي تعمل تساعد على تقلص الرحم. بذلك ما يحصلناش نزيف، نتجنبوا نزيف. به به تساعد على ارجاع الوزن. المراه السابقه تقول لك اني الرضع عليه باش نسمي، بالعكس هو الرضاعه الطبيعيه هو نوع من الرجيم، والرجيم الطبيعي اللي يرجع وزن الام لوضعيته القديمه اللي كانت فيه من غير ما تعمل ويجيب. ما هي مربوطه تقول لك انا ناكل ليا وللبيبي دونك نسمن، اما راهو مش الحليب هذاك باش يخلي. احنا لازمنا نصلحوا المعلومه. مش ناكلوا قد سنين، لكن ناكلوا الاثنين. نوعيه الاطعمه اللي ناكلوها هي اللي باش تضر الحليب من غير ما تسمن. فهمت. اما برشا معلومات خاطئه نحبوا نصلحوها في الاسبوع هذا نتاع الرضاعة الطبيعية. ونعاود نذكر مدام فاطمة كان تسمح لي انه فما ارتيكل على الباج وفي سيل فيسبوك لإذاعة الحياة فهم 10 خرافات خاطئة على الرضاعة الطبيعية، منهم طبيعية. منهم الكليشيه اللي قلت لك عليه هنا توا نتاع ناكل مش في الكمية اما في النوعية اللي قاعدين ناكلوا فيها. به ارجاع الوزن هذا من الفوائد للأم الرضاعة الطبيعية. تقلل من خطر الإصابة بالثدي، بسرطان الثدي والمبيض اللي حكينا عليه المره اللي فاتت معاك، وقلنا انه صار الرضاعه الطبيعيه تحمي من سرطان الثدي، تحمي من سرطان المبيض، تقلل من حالات الاكتئاب اللي توجد اللي تحصل في بعض الاحيان النساء بعد الولاده. كيفاه؟ كيفاه هذا؟ سبحان الله، الصغير كي يبدا في حاله الرضاعه نتاعو ياخذ مش الراس الثدي فقط، ياخذ الحلمه اللي دايره بالثدي، فما هرمون يصير للسيتوسين اللي هي هرمون السعاده. فهمت. يعني المراه وقت اللي تبدا ترضع في صغيرها تنتج وتفرز هرمون السعاده وتحس بالسعاده ويبعد عليها كثره بالاكتئاب. هذا الجانب زاد النفسي، فوائد النفسية. اي فوائد النفسية. من تو كي تقول لي هكا مدام فاطمه القذامي فوائد قابله في مركز الصحه الانجابيه، من علاش النساء ماشيين تو يبعدوا؟ معناتها تحسها وديك وتبدا ماشيه للسيرفيس الماترنيتي، معناتها ماشيه للسبيطار باش تولد. يعطيني بيبرون في الساك ساعه، في الساك في الساك، وعندها البيبرون وعندها الحكه، معناتها تقول لك اعطيني حكه الحليب. معناتها علاش؟ لانه عندنا اخطاء فاتحه وفكره خاطئه انه المراه المرضعه مش باش تقعد بالجمال هذاك، وانه الثديين نتاعها باش يفقدوا قيمتهم الجماليه. هو بالعكس، لو كان تسال امراه مرضعه وامراه غير مرضعه، يكون الجانب الامومي، احساس الامومه عندها اكثر برشا من المراه التي لم ترضع. به خاطر العلاقه ما بين الام وصغيرها تستمر بعد الولاده عن طريق رضاعة طبيعية. به مدام فاطمة، من الناس أسأل اللي جاونا يقول لك ما أنا وقت المرأة تبدأ ترضع، ولنا عام المرأة تقعد ترضع، هذا مهم برشا. أي المرأة ترضع بعد الولادة مباشرة. إيش معنى مباشرة؟ زيد فسر. مباشرة وهي فوق الطاولة نتاع الإنجاب بدونها صغيرها ترضع. به ويبدأ معناتها يبدأ موجود الحليب عندها وقتها. يبدأ فما عندنا البئ. أيوة. اللي برشا نساء قبل تعرفوا، واللي ابنات توا ما تعرفوش وتقول لك ليه اني ما عنديش حليب توا اعطي ليه، ما هو يبكي على خاطر ما عنديش حليب. لا، 3 ايام الاولانيين ثم حليب يتسمى حليب الباء. أيوة. حليب الباء هذايا
يأمن للرضيع كل الغذاء اللي يحتاج له من على خاطر يحمي كميات كبيرة من البروتين والعناصر المعدنية لتقوية المناعة نتاعو. باهي ياسر، باهي متفاهمين على النقطة هذه. الباهي هذا يتغير بعد 3 أيام من ناحية اللون والكمية والكثافة باش يتناسب مع نمو الرضيع واحتياجاته الغذائية. ماذا نرجع بك النقطة اللي قلتي راهو الحليب نتاع شهر مش الحليب نتاع اثنين نتاع مش نتاع 6 أشهر. الحليب نتاع 3 أيام مش الحليب نتاع 4 أيام. دونك يلزم نحن كي نبداو نسقفوا حول الرضاعة الطبيعية ما نبداوش بعد الولادة، نحن نبداو من الأشهر الأخيرة للحمل، 7 و8 و9 نقولها مدام يلزمك تحضر الثدي نتاعك للرضاعة، تدهنوا بطريف زيت إذا كان الحلمام داخل شوية حاول تخرجها، تعملها مساج الثدي نتاعك، راو فما حليب الباء بعد 3 أيام، وراو عندنا المونتي دو توز معناها الوقت اللي يدر الحليب في الثدي بعد 3 أيام معروفة من الرضاعة طبيعية لأنه المرأة مع آلام الولادة ما تنجمش تتحمل آلام الحليب اللي باش يدر على صدرها، ثم راحة جسدية 3 أيام يبدا عندها الباء هذا وبعد تطلع لها الحليب الطبيعي اللي نحن نعرفوه العباد باللون نتاعو العادي. لنا عام تقعد ترضع، لنا شهر بليدو تقعد ترضع رضاعه طبيعيه. من المحب هي قد ما تقدر تنجم ترضع، اما من المحب ذا حب ذا لو كان انسان اللي ما تنجمش ترضع اقل ما ترضع 6 أشهر. لانه ينصح به حصريا رضاعه طبيعيه نحكي للساده المستمعين. 24 ساعة في اليوم ترضع على قليلة 8 مرات ولا 9 مرات مع التأكيد على الرضاعة في الليل. مع التأكيد على الرضاعة في الليل. في الليل. أيوة. خاطر باش نحكيو على رضاعة طبيعية، باش نحكيو على رضاعة في النهار ونقصوا عليه في الليل. به. معناتها نحكيو على 8-9 مرات في 24 ساعة. في اليوم للثديين. به. حاجة أخرى توا نحب نفهم مدام فاطمة، قداش تقعد عملية مدة الرضاعة هذي؟ ما بين 10 و15 دقيقة تقعد. 10 و15 دقيقة. تفرغ الثدي نتاعها، أنا تعطي ثديها الملتلئ بالحليب، تعطيه لصغيرها يرضعوا، وبعد الفترة المرحلة الثانية باش تعطي من الثدي آخر، خاطر كل ما تفرغ المرأة الحليب نتاعها وتعطي الحليب تسمى المراوحة ما بين الثديين. يلزم الثدي كي ترضع من الثدي هذا بعد ترضع من الثدي الاخر باش الاخر يمتلئ. على قد حكم من الحكم انه قد ما تفرغ الثدي نتاعها قد ما يرجع الحليب. الحليب انت تفرغ الكمية وهي ترجع. فهمتك. يلزمها تفرغ من الثديين نتاعها. توا فسالي حاجة مهمة برشا ونقطة نحب يركزوا فيها السادة المستمعات خاصة إنسان الحوام اللي عندهم فكرة الغالطة هذي. طريقة الرضاعة البوزيسيون صحيحة نتاع الرضاعة مدام فاطمة مهمة برشا، لا هي باش تقلق الأم ولا هي باش تقلق البيبي، كيفاش بوزيسيون صحيحة؟ هو ساعات فما نساء ترضع وهي راقدة صحيحة، الحاجة الوحيدة اللي يلزمها تتأكد منها إنه فم الرضيع نتاعها يلزم ياخذ كما قلت الحلمة والدائر نتاع الحلمة بس ما تحسش بالآلام وبس يكون عندها شعور بالسعادة والوكيكة الصغير تبدل في الأنف نتاعو المجاري الهوائية منطلق معناها ما هيش مفتح. فهمتك. هي ترضع وهي راقدة صغيرها يبدأ الباص نتاعو بحل الثدي نتاعها به وتبدأ إيدها معرضة لصغيرها هكا مشنب من ظهره بس الصغير ما يميلش على الظهر نتاعو يبدا على جنب على جنب على جنب. هي طريقه. ثم طريقه ثانيه انها ترضع وهي قاعده. كان قاعده في الفرش تعلي صغيرها بمخده وتحضنوا بيديها زوز مضغوطه وايدها ديما خاطر الصغير نحن ديما نخافوا من الحركه نتاع الراس نتاعو لا ارادي كف ايدها ما بين راسه ورقبته بحضنه. كف ايدها بين راسه ورقبته. اوكي. كف ايدها ما بين راسه ورقبته وإيدها زوج محضنتهم اللوطة. به. وطريقة أخرى إنها تكون معناها مثلا قاعدة على كرسي ولا قاعدة على شفة فرش، اصغرها تحضنوا بيديها الزوج، اليد تكون منطلقة من القدمين، تطلع مع الظهر نتاعو وتشدوا راسه ورقبته
وتعطي لصغيرها الثدي نتاع باهي. اخر سؤال توا حنختم معك انا مدام فات، شنو هما الحوايج اللي مازمهمش يصيروا اثناء الرضاعة الطبيعي؟ هذه اللي ما ننصحوش بهم نساء ما يعملوهمش. اول ناكدوا انه كل حاجه تاكلها تشربها او تاكلها بس عدا الصغير. لازمها تكون الماكله نتاعها صحيه متنوعه مليانه بالسوائل بالعصائر بالخضروات بالفواكه وبانواعها. اللي يلزمها ما تعملوش وهي حامل وهي مرضعة بالكل التدخين، يلزمها تمتنع تماما عن التدخين. هو من ماذا بيك من 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 هو حتى في وضع عادي مش خلي حتى هو 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 ننصحها به في الحمل. اذا كان من تمتنع عن التدخين وقت الحمل يلزمها تمتنع عليه وقت الرضاعه. الاهم انها ما يلزمش ترضع ولدها في مخيط فيه مدخنين. باهي اوكي. عدم تناول المخدرات والكحول هذه والأدوية ما تاخوش دواء وحدك يا مدام. والأدوية بالمستحيل لا تستعمل حتى أدوية من دون استشارة طبية. واضح. على خاطر فما أدوية تتعدى في الحليب وتأثر على السني. ساعات نلقاو صغير كي تطلع سني تطلع صفرة تطلع هكا كيس قديم كل منشار. تسأل الطبيبة تقول يا ندرا مدام خديت انت دواء وانت ترضع في صغيرك ثم ديزونتيبيوتيك مضادات حيوية ما يتعطاوش بالمرأة المرضعة. واضح. مدام فاطمة القدامي فويل قابلة في مركز الصحة الإنجابية، سعيد جدا بحواري معك اليوم على رجال حياة فهم هذه الرضاعة الطبيعية، علاش كيفاش وقتاش طريقه صحيحه واكثر التفاصيل الانتجريتي للانترفيو تلقاها شويه اخرى على الباج وفي سيل فيسبوك. كانت هذه زوم سانتي بالنسبه لليوم. زوم سانتي.